اهلا وسهلا بكم مجددا في قناة سولانا. بتحدث اليوم في هذا الفيديو حول واحد من الاخطاء الشائعة التي يرتكبها المبتدئين او غير المختصين في مجال الطاقة الشمسية، وبالتحديد حينما يتعلق الامر بتوصيل الالواح الشمسية على التوالي او على التوازي او كلاهما معا، على التوالي وعلى التوازي مع بعض. بنشوف اليوم هذا الخطأ الشائع وكيف نتلافاه، ونثبت بالمعادلات كيف ان هذا واحد من الاخطاء الفادحة التي لا يجب ان يرتكبها الشخص المختص والخبير في مجال الطاقة الشمسية. عندي ألواح شمسية، 6 ألواح شمسية. هذه الألواح رقمناها من 1 إلى 6 حتى يتسنى لنا الإجابة على تساؤلين بنسألهم في هذا الفيديو. اللوح الأول مواصفاتها، قدرة اللوح 330 واط، والماكسيمم باور فولتج له 37.8 فولت، أقصى تيار تشغيلي أو عفوا أقصى جهد تشغيل اللوح 37.8 فولت، وأقصى تيار تشغيلي لهذا اللوح 8.74 أمبير. اللوحة الثانية بنفس المواصفات، اللوحة الثالث كذلك بنفس المواصفات، واللوحة الرابعة أيضا بنفس المواصفات، لكن اللوحة الخامس يختلف. اللوحة الخامس أكبر، قدرته 570 واط، والفولتج أو الماكسيمم باور فولتج 42.29 فولت، وأقصى تيار تشغيلي 13.48 أمبير. أما اللوحة السادس بنفس مواصفات اللوح الخامس. إذن لو وصلنا هذه الألواح الآن على التوالي، لو وصلنا الألواح من 1 إلى 5 على التوالي، كم بيكون عندنا إجمالي القدرة الكهربائية لهذا الصف؟ وهل إضافة اللوح الخامس بهذه القدرة، قدرة أكبر من بقية الألواح، هل ذلك يعني أن اللوح بيعمل بكامل كفاءته بكامل قدرته؟ بنشوف من خلال المعادلات. لكن الآن نشوف طريقة التوصيل. لو وصلنا اللوح الأول من اللوح الأول للوح الخامس على التوالي، كيف بيكون التوصيل؟ ببساطة، الموجب للوح الخامس مع السالب للوح الرابع، والموجب للوح الرابع مع السالب للوح الثالث، وموجب اللوح الثالث مع سالب اللوح الثاني، وموجب اللوح الثاني مع سالب اللوح الأول، وموجب اللوح الأول يروح باتجاه المنظم أو الإنفرتر، وسالب اللوح الخامس يروح أيضا باتجاه الإنفرتر. طيب، الآن عندنا صف بالكامل من 1 إلى 5، الألواح من 1 إلى 5 موصلين جميعهم على التوالي. السؤال اللي يطرح نفسه الآن، كم بتكون إجمالي القدرة الكهربائية لهذا الصف؟ وإيش خسرنا بإضافة اللوح الخامس بقدرة أكبر مع بقية الألواح؟ بنشوف من خلال المعادلات. لكن الآن لو أضفنا اللوح السادس في سيناريو آخر، لو أضفنا اللوح السادس عن طريق توصيلها مع التوازي مع اللوح الخامس، كيف بيكون التوصيل؟ وإيش بيضيف اللوح السادس؟ وكم بيكون، كم بتكون القدرة الإجمالية الكاملة للألواح جميعها من 1 إلى 6 عندما نوصلهم على التوالي من 1 إلى 5 ثم على التوازي السادس والخامس مع بعض؟ طريقة توصيل اللوحة السادس على التوازي مع اللوحة الخامس، نضيف نجمع الموجب للوحة السادس مع الموجب للوحة الخامس عن طريق وصلة MC4 ثنائية يكون لها مدخلين ومخرج واحد مثل ما نشوف في الصورة، وسالب اللوحة السادس مع سالب اللوحة الخامس نجمعهم أيضا ونوصلهم عن طريق MC4 ثنائي، ونسحب التيار أو الكيبل باتجاه الانفرتر. التوصيل الآن في شكلها الحالي كخلاصة، اللوح الأول إلى اللوح الخامس موصلين على التوالي، اللوح الخامس مع اللوح السادس موصلين على التوازي. إذن عندنا الخامس مع السادس على التوازي ثم على التوالي مع بقية الألواح. هل أضاف لنا شيء اللوح السادس؟ ما هي الإضافة التي أضافناها للمجموعة ككل؟ هل بيكون في تغير في الناتج النهائي للقدرة الكهربائية؟ والآن لدينا تساؤلين. التساؤل الأول، في حال وصلنا الألواح من 1 إلى 5 على التوالي مثل ما شفنا، كم القدرة الكهربائية الإجمالية للصف؟ والتساؤل الثاني، في حال وصلنا الألواح من 1 إلى 5 على التوالي ثم وصلنا اللوح السادس مع اللوح الخامس على التوازي، كم بتصبح القدرة الكهربائية الإجمالية للألواح؟ وبعد ذلك، ما هي الإضافة التي أضافها لنا؟ هل هذا التوصيل بشكلها الحالي صحيح ولا في عليه ملاحظات؟ إذن عن طريق المعادلات بنجيب الآن على التساؤلين اللي سألناهم في هذا الفيديو. نعرف أن القانون، قانون القدرة الكهربائية، يساوي الباور تساوي الجهد في التيار، أقصى تيار تشغيلي في أقصى جهد تشغيلي يعطينا القدرة الكهربائية. طيب، عند التوصيل على التوالي نعرف أن الجهد يتضاعف، نجمع الجهد للألواح، لكن التيار يبقى نفسه، تيار لوح واحد أو تيار أقل لوح، أصغر لوح هو التيار اللي يعمل عليه النظام. وعند التوصيل على التوازي يصير العكس، الجهد للألواح من 1 إلى 5 يساوي 37.8 ضرب 4، لأن أول 4 ألواح جهدهم متساوي ومواصفاتهم متساوية، زائد جهد اللوح الخامس واللي هو أكبر من جهد بقية الألواح 42.29 فولت، يعطينا 193.5 فولت. أما التيار يساوي 8.4
وسبعين أمبير ضرب واحد. لاحظوا كيف أخذنا أقل تيار في الصف بالكامل، أصغر لوح في الصف هو اللي التيار هو اللي يحدد التيار لبقية الصف. فعندنا هنا اللوح الخامس تياره 13.48 أمبير، وبقية الألواح تيارها 8.74 أمبير. فنأخذ أقل تيار وهذا التيار يكون التيار بالكامل للصف بالكامل، التيار نفسه للصف بالكامل. القدرة الكهربائية الآن تساوي الجهد في التيار 193.5 فولت ضرب 8.74 أمبير ويساوي 1691 واط. هذه هي القدرة الإجمالية توصل الألواح من 1 إلى 5 على التوالي. السؤال الآن، هل إضافة اللوح الخامس بقدرة أكبر لبقية الألواح هل استفدنا منها بأقصى قدر ممكن؟ عندنا اللوح 570 واط، مواصفاته أعلى، جهده أعلى، تيارة أعلى، لكن عندما نوصله مع بقية الألواح تيار الألواح أقل منه في القدرة وفي التيار وفي الجهد، فاللوح الخامس لا يعمل بكامل كفاءته، لأن التيار مثل ما قلنا يحدده تيار أقل لوح في الصف بالكامل. ولذلك عندما نوصل الألواح على التوالي نحرص كل الحرص أنها تكون بنفس المواصفات. إذن عندنا خسارة، اللوح الخامس خسرنا جزء من قدرته الكهربائية نتيجة لأن احنا وصلنا مع ألواح أقل منها في القدرة وفي المواصفات. طيب، للإجابة على التساؤل الثاني، لو أضفنا اللوح السادس مع اللوح الخامس على التوازي إيش بتكون النتيجة؟ نفس الكلام، القانون نفسه للباور، الجهد للوح الخامس والسادس كالتالي 42.29 فولت ضرب واحد، لأن عندما نوصل على التوازي الجهد يكون نفسه، فاللوح الخامس والسادس فعليا جهدهم نفس بعض لأن الموجب مع الموجب والسالب مع السالب، وبالتالي الجهد نفسه ما تغير، لكن التيار يختلف. التيار بيكون 13.48 أمبير واحد منهم مجموع إلى اللوح الآخر، وعندنا 13.48 ضرب 2 يعطينا 26.96 أمبير. إذن وصلنا الآن اللوحين الخامس والسادس على التوازي، ايش حاصل التوصيل هذا من القدره الكهربائيه؟ ضرب الجهد في التيار ويعطينا 1140 واط قدره اللوح الخامس مع السادس. طيب، لكن احنا وصلنا اللوحين على التوازي ثم وصلناهم مع بقيه الالواح على التوالي، فايش الناتج؟ النتيجه بتكون كالتالي، القدره الكهربائيه تساوي الجهد في التيار ويساوي 1691 واط. اذا ما تغير شيء، اضافه اللوح السادس كانت اضافه عبثيه. عندما نوصل اللوح لحاله على التوازي مع مجموعه من الالواح ما استفدنا شيء. اولا لان التيار تيار الصف يحدده تيار اقل لوح في المجموعه، والجهد كان نفسه للوح الخامس مع السادس، بالتالي ما استفدنا شيء من اضافه اللوح السادس، كان توصيل عبثي. فالخطا الشائع في هذا التوصيل انك اضفت لوح لحاله، كان المفروض انك تضيف خمس الواح مع خمس الواح اخرى حتى يكون التوصيل متكافئ وتستفيد من التوصيل على التوالي وعلى التوازي، لكن انك تضيف لوح واحد الى خمس الواح تمام، هذا خطا شائع وخطا كبير. إضافة لوح بمواصفات أكبر من إلى ألواح أخرى بمواصفات أقل على التوالي مقبول، لكن في خسارة. إذا مثل ما شفنا إضافة اللوح السادس للمجموعة إضافة عبثية، لا لم يضيف أي شيء، لأن الجهد نفس جهد اللوح الخامس والتيار يحدده أقل تيار في الصف، وبالتالي كانت إضافة اللوح الخامس إلى بقية الألواح إضافة مقبولة لكن فيها خسارة. تمام، عندما تضيف لوح ذو مواصفات أعلى إلى ألواح ذو مواصفات أقل فأنت بتخسر جزء من قدرة اللوح ومن كفاءته، لكن عندما تضيف لوح على التوازي مع مجموعة ألواح على التوالي فهذا اللوح لن يقدم ولن يؤخر. أشكركم على المشاهدة، يعطيكم ألف عافية والسلام عليكم.